إلى البحرين، حيث خرجت مسيرات احتجاج في مناطق متفرقة أمس ضمن تحركات شعبية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية. ففي منطقة بوري غرب المنامة خرج عشرات في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء إصلاحات سياسية للوصول إلى حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات. وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة التلاحم الوطني بين أفراد الشعب. وفي غضون ذلك، أحيت المعارضة البحرينية الذكرى الأولى لدخول قوات درع الجزيرة للبحرين. وقال علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة في مهرجان الخطابي في المنامة، قال إن أي خطوة في اتجاه اتحاد مع المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى من دون استفتاء شعبي ستعتبر قرارا باطلا من حق الشعب مقاومته. وطالب سلمان رئيس الوزراء بالتنحي. لا يملك النظام في البحرين أن يتخذ أي قرار بالاتحاد مع المملكة العربية السعودية أو مع غيرها بغير تفويض واضح ومباشر من شعب البحرين، وإلا فإننا لن نعترف بهذا الاتحاد مهما كلف الأمر.